اي اثنين اللي يحبون انهم يتحدون اللي عنده جنبيه. انا دام معي جنبيه عبد الرحمن. لا 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 ما الوضع ما في جنبيات. في كلمات بس. في كلمات في كلمه اللي يجيب معناها عاد هو اللي يكون فاهم في اللهجه. كلمه الا وهي القطره او الكتره. الكتره الكتره حط بجمله القطره. طالع لي مع مقتره ولا طالع لي مع الكتره مع عياله. انت في الدور الثاني يا اخي طالع لي مع القتره. مع الدريشه. احسنت ما شاء الله يبدو انني ما شاء الله ذكي ما شاء الله. طيب اثنين غيرهم يعني اثنين فزت علي خلاص فزت عليك. اللي بعده اثنين غيرهم. يلا ها زياد يلا. الكلمة الثانية يلا لا خلاص اثنين يلا انت يلا فزت انا الاول يلا. طيب يا اخي انت تعرف كل شيء. تعرف هذا تجيب لي خصم هذا. بجيب كلمة صعبة. الله اكبر. يلا من هي؟ منقعر. منقعر؟ منقعر يعني نايم منسدح. منسدح منسدح. من اللي جاء؟ لا انتوا كلكم جاوبتوا. منبطح. طيب صح عليكم جميع. لا كلكم يلا تعادل. كلكم والله جبتوا تعادل. ون. طيب والله هذه كلمة صعبة كيف منقعر. طيب هذه كلمة برضو تحدي اللي ما بعلمكم حتى معناها بخليها للجمهور. لكمة. لكمة لكمة. حطها ضعها في جملة. ضعها في جملة. عطاه بوكس. ما إذا حطيتها بتوضح. لكمة. أسرع واحد هو الفائز. أجلس على اللكمة. كنبة. خطأ. اجلس على اللكمة يعني سلمك الله على جواب واحد بس على الطراحة ذي. خطأ. الفرشة المادة. خطأ. اثنين غيرهم. هذه ما بعلمكم معناها لو ايش. لا لا هذه تدري ما يعرف معناها الا الشباب. يلا يلا اثنين غيرهم. اثنين والله صعبة. اثنين حاجة صعبة ما يبان اجاوب. يلا طيب سبعة. هذه برضو انتوا عاد ما لكم اي علاقة انتوا يعني ليه. يلا طيب الكلمة الا وهي زوكه. ايش زوكه؟ واضحه واضحه مره. عطنا في جمله زوكه. ايش بلاك انت قاعد تزوك؟ قر قر. ايش قومك قاعد تزوك؟ قر. شوف هذا معنى قر. طيب قر ايش معنى هذه كلمتين يعني اركد. ها زوكه ايش يعني كثير الحركه. صحيح كقلبي اقول لك. طيب قر. اقعد كلكم قر. اقعد اثنين غيرهم. قر مكانك. صح والله قر. اثنين غيرهم. لا تعال ان شاء الله انك مثلي ما انت بحافظ شيء. نقعد انا وياك نقعد نخمن. طيب انت ليش حسيت وليد بصالح؟ اجيب لكم شيء خفيف. لا تصير خالد شو اسمه. لا تصير خالد محفوظ. اي خليك على عبد الرحمن بن قاسم. علي خوينا حبيبي. اسلم. الكلمه الا وهي والله النصات. عطنا خفيف. ها لا انا قاعد ادور اخف كلمه. إيه ممكن ان يعني تواجهنا. ممكن تجينا في الرياض يعني. ممكن تجيكم في الرياض. طيب الا وهي واخر عنه. واخر عن ذا الرداه. ان ممكن انا ماخذها من الرداء. بس عطناها في جمله. ما هذه برضه بتوضح يا اخوي. ردي لا خطا. ارمه بالرداه. بالبراحة. ها ممكن. وينش براحة انت غير. ارمه بالردة. ارمه بالردة او احذفها بالردة او زته بالردة. هذا جينا حصاه يعني في بالحصاه. افلك فقط الرجال. اثنين غيرهم. اثنين اشوى شوي. ها في ايش قلت انت؟ نوع وشي الرداه. الرداه وفيها الحيد. الحيود. نعم بس الحيود معروف. الحيد عندنا مشتهر. الحيود معروف. اثنين غيرهم. بحاج جابر. هيا هيا جابر جنوبي. جابر لا خذ غير. والله غير جابر. لا غير جابر تحدى يجيبها. احنا نعترض. الله عاد اثنين معد يا معاد. والله ما انت بسهل يا محمد. الا الكلمه التي ستاتيكم الا وهي القمره مع كسر القاء. القمره. القمره او القمره. انا من حقون الرياض. القمره هذه عاد مستحيل. اي حطها بجمله. قمره ايش درانا. الفتبك من علم قمره. من الجبل. احسنت. الله الفتبك. احسنتوا والله ما توقعتكم يا شباب. قمره ها المفروض في نقاط. تبغى 25 درجه باقي جابر يا سيل. احد الالوان الجنوبيه. سيب الالوان قول لي ايش الكلمه
اول شيء وش صح ايش معنى ايش اسمه هذيك لكمه لا هذه ما اعطيكم اياها هذه ننتظر من الجمهور من هاشتاق باقي جابر ما طلع طيب عندي بس كلمه بسيطه جابر بس انها تكون قعرا جنوبيه حقت لا الجابر تعال تعال تحشر تعال 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 شوي بال ترى لهجتهم غير بجيب لك شيء من عقر دارك من نجران لا لا جيب لي جنوبي جنوبي انا ما بجيب لك كلمه بجيب له جملة وأبغاك تردها بس أبغاك تقول الجملة هذه سهلة أرددها أردها يعني عدها معي أقرأ مقالاتي ومن قبلي قرا يقرأ القرى تلي وأنا فلا قارين قبلي قرأ تله أسلم أعوذ بالله لا عدا بعيدة ملي يقول هشام يتعداك ما بتحدى اقرا مقالاتي ومن قبلي قرا يقرا القرى تلي وانا فلا قارين قبلي قريت له يلا اسلم ايرور هذه من عقر دارك صحيح انت قول ثاني لا لا الله يقدر شفت وجه الله الحق حق لا اعطيتنا كلمه صح ولا لا لا هو جنوبي لا عطى كلمه واذا جنوبي عطى كلمه جنوبيه بس حقت شيبا مقيم في الرياض اللي يمكن سبع سنوات وش املاي املاي اللاي او املاي طبعاً الام هي ترى ال بس هناك تعتبر الام اللاي هذا مستحيل تجيبه اي والله مستحيل ما ادري اشرح طال عمرك يا ولد احنا معاهم مقيم في الرياض 10 سنوات طيب توها سبعه كلمه جميله مذابك مذابك هذه سهله وش فيك احسنت والله سهله من فيش ضبطك والله عشان ما يمك والله عشان لا تورينا الشغل والله طيب شباب الله يعطيكم العافيه اول شيء نبغى نغطي لك كذا احسنتوا غطيتوا وابغى اقول حاجه بسيطه والغاز وعيب غار رجال يشلون